لجنة الانتخابات باش تشرف على تنظيم انتخاب هيئة القضاء العدل اللي باش تحل محل المجلس الأعلى للقضاء اللي كان قبل موجود، يعني في النظام يعني موجود مجلس أعلى للقضاء، لكن هو المجلس أعلى للقضاء في غالبية أعضاء معينين، والهيئة دي معينين من بن علي، معينين مش من بن علي، يعني تعينهم السلطة التنفيذية، يعني كان بن علي يعين فيهم ومن بعد حتى السلطة التنفيذية بعد الثورة هي اللي تعينهم زاد. يعني بالتالي احنا للقطع مع نظام التعيينات باش تتأسس الهيئة دي وتكون هيئة مستقلة عندها استقلال مالي وإداري وتشرف على ما كل ما يتعلق بشؤون القضائية من ترقية من نقلة من تأديب، يعني عندها استقلالية تامة على السلطة التنفيذية. انتم اللجنة مش اللجنة احنا باش نتلهاو بالانتخابات نتاع الهيئة دي وباش نعطيه أكثر مصداقية وشفافية للناس اللي باش يترشحوا باش يتقدموا، واحنا باش نصروا على كامل العملية يعني من بدايتها إلى نهايتها. الأعضاء قديش هما نرمال؟ 20 عضو. قديش قضاة وقديش غير قضاة؟ 15 قضاة، 5 معينين بصفاتهم، 10 قضاة منتخبين و5 من غير قضاة. 5 من غير قضاة معناتها منين؟ السادة جامعيين مختصون في القانون، من بينهم وجوبا زوج محامين يكونوا عندهم أقدمية 10 سنين في التعقيب. هذا القانون اللي تعمل في المصادقة عليه؟ أي اللي صادق عليه مجلس التأسيسي. شروط يعني شروط الترشح بالنسبة للرتبة الأولى، هو فما محتوى مطلب، يعني مطلب باش يقدم مطلب ترشح يقدم مطلب مركون، يعني يركنوا معناه يقدموا مركون فيه معطيات حول يعني الشخص المترشح. إذا كان في الرتبة الأولى، يعني الرتبة الأولى هو القاضي المبتدئ، احنا نسميه نقولوا قاضي مازال كيدخل يعني تعين، لازم يكون على الأقل باش يترشح يكون عنده أقدمية على الأقل في تاريخ تقديم المطلب 4 سنين، يعني مش قاضي معناه مازال كيتخرج من المعهد عنده الحق يترشح الهيئة، لازم يكون عنده الأقدمية. بقيت قضاة يعني شروط أخرى هي التصريح على الشرف، يعني أنه هو يكون يعني بخلو من الموانع، خاطر الموانع هذه هي اتحطت على أساس أنه كل قاضي ناشد بن علي ولا كل قاضي شارك في محاكمات الرأي ولا كل قاضي يعني اتمتع يعني بترقيات وهي ما كانش من حقه، هذا يعني ما عندوش الحق يكون موجود في الهيئة دي، واللجنة هي اللي باش تبت في الموانع هذيك اسكو موجودة ولا مش موجودة. بقيت الشروط بالنسبة للأساتذة الجامعيين هي ما يكون الحياد والنزاهة، يعني يتمتع بالحياد والنزاهة والاستقلالية، معناها هذه من بين الشروط بالنسبة للأساتذة.